أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي، وأهابت الرابطة بأهمية العمل الجماعي على مساعي السلام العادل والشامل، رافضة بشدة كل الممارسات التي تقوض فرص الحل في المناطق المحتلة، ومجددة التأكيد على دعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحل قضية الشعب الفلسطيني التي تعد في طليعة القضايا الدولية الملحة.